Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, inchallah, on va nous apprendre la kitabat de la wad'iyya. Cette vidéo va être la vidéo numéro 2, parce que j'ai fait une vidéo numéro 1. J'ai essayé de vous expliquer en détail la façon plus facile de la kitabat de la wad'iyya sur un animal. Également, pour les mères qui me demandent de plus, j'ai fait une vidéo spécialement pour les mères, pour qu'elles comprennent plus, pour qu'elles puissent comprendre leurs enfants. Donc, la kitabat de la wad'iyya. أكيد لغة فرنسية. إذا أول حاجة التلميذ يبدأ بها أنه يحفظ هيكل الوضعية. يعني الوضعية عندها هيكل، لما يحفظ التلميذ هذاك الهيكل رايح يقدر يدير به أي وضعية عن وصف حيوان، يعني فقط يبدل الكلمات. مثال، مثلا هنا التلميذ وش يكتب؟ يكتب هنا توجور اسم الحيوان في هذا الفارغ إتان أنيمال، يعني هذه الجملة مش راح تتبدل. هنا التلميذ وش يكتب؟ هنا التلميذ يكتب إما، هنا التلميذ يكتب، إذا عملت هنا رقم واحد، ها هي رقم واحد، يعني التلميذ هنا واش راح يكتب؟ يكتب دوميستيك ولا سوفاج، يعني دوميستيك أليف، وسوفاج متوحش، يعني على حساب الحيوان اللي راح يقدم عليه الوصف، إذا في رقم واحد، إذا كما راكم تلاحظوا، إذا هذا فيد يحطه على حساب نوع الحيوان. هنا يختار ضمير إيل ولا يختار ضمير إل، يعني على حساب لانيمال اللي خيرو. إذا خير لا جيغاف يستعمل إل، إذا خير لو ليون يستعمل إيل. إلي هنا نيميرو دو، الفيد هذا واش راح يكتب فيه التلميذ؟ هنا التلميذ راح يكتب كارنيفور ولا إربيفور، يعني كارنيفور معناها آكلات اللحوم، و إربيفور هما آكلات العشب، يعني كاين حيوانات تاكل اللحم وكاين حيوانات تاكل العشب. اذا هذه في رقم 2. il vit dans، يعني يعيش في. نيميرو 3، اذا نيميرو 3 واش راح يكتب التلميذ؟ يكتب التلميذ اين يعيش الحيوان. لا فارم هي المزرعه، كيما مثلا لا فاش، لو موتون، لا بول. لا ميزون المنزل، كيما مثلا لو شا القط. لا فوري هي الغابة، كما مثلا لولو الذئب. لو ديزير هي الصحراء، اذا كما لو شامو يعيش في الصحراء. اذا هنا التلميذ في رقم 3 راح يخير وحده من هادو على حساب التعبير، على حساب الحيوان اللي خيرو يقدم عليه التعبير. il mange يعني هو ياكل. اذا هنا نيميرو 4، اذا 4 واش نكتبوا فيها؟ إذا 4 هنا التلميذ واش راح يكتب؟ راح يكتب دو لارب، يعني العشب. إذا هادو الكلمات تريز امبورطون يا تلاميذ، لازمكم تحفظوهم. لا فيوند هو اللحم، لي زاربغ هما النباتات، ولا نقولوا الأشجار، في غالبية الأحيان نقولوا لي فري داربغ، أوراق الأشجار. إذا هادو يا تلاميذ لازم عليكم تحفظوهم. بالنسبة لي يقول لي نو ما نحفظهمش باسكو سهلين، مش راح تقدروا تحصلوا على 4 نقاط بلا ما تحفظوهم يا تلاميذ. احفظوا هذه الكلمات وحفظوا الهيكل، راح تحصلوا على 4 نقاط كاملة في الوضعية الإدماجية. إذا نكمل. إذا هنا سا فيميل سابيل، يعني أنثى الحيوان ما اسمها. إذا نيميرو 5 إكزومبل، 5 لا ليون، لا شيان، لا شات. إذا لا ليون هو لو فيمينان تاع لو ليون، لا شيان هي لو فيمينان تاع لو شيان، ولا شات هي لو فيمينان تاع لو شا. إذا لا ليون هي أنثى الأسد، لا شيان هي أنثى الكلب، ولا شات هي أنثى القط. إذا حاولوا يا تلاميذ أنكم تحفظوا هذه الكلمات باش تسهل عليكم الوضعية الإدماجية وتحصلوا على نقطة جيدة في الوضعية الإدماجية. هنا مديت لكم كمثال لا جيغاف، الزرافة. إذا الزرافة، إذا هنا واش تكتبوا يا تلاميذ؟ هنا يكتب التلميذ لا جيغاف، الزرافة إتان أنيمال. هنا واش يخير التلميذ؟ إما سوفاج إما دوميستيك. إذا هنا راح يكتب التلميذ لا جيغاف إتان أنيمال سوفاج، إذا بهذا الشكل سوفاج. إلي، إذا هل هي كارنيفور أو بيان إربيفور؟
الي اغبيفور. بمجرد ما التلميذ يحفظ هذوك الكلمات، يحفظ شيئين، يحفظ الهيكل والكلمات المساعدة، راح يعني يوصف بطريقة جد جد سهلة الحيوان اللي اختاروا. الفيفر يعيش، الفيفر دون لا سافان يعني تعيش في غابة افريقيا، لا سافان. المونج ناول او نقول تأكل. لي في، لي في دارغ، اذا هي تتناول، اذا هي تتناول اوراق الاشجار. سافمال سابيل، اذا هنا نكتبو انثى الزرافه. بالنسبه لا بارتي تاع انثى الزرافه، يعني هنا التلميذ اللي يحب يعني يدير التعبير تاعو ممتاز يعني يكمل يكتب سافمال سابيل. بالنسبه للتلاميذ يعني كل ام على بالها بالمستوى تاع ابنها، بالنسبه للتلميذ يعني اللي يقدر يدير تعبير ممتاز يكمل سافمال سابيل، بالنسبه للتلميذ اللي يعني يكتفي بهذا التعبير فقط. هنا التلميذ يكمل، اذا ال الا 4 بات، الا 4 بات يعني لديها 4 سيقان، يعني تقيب جميع الحيوانات عندهم 4 سيقان. نديرو فيرغول ونكتبو ال الا اللونغ كو، يعني عندها رقبة طويلة. نكتبو اي ديتاش مارون، يعني عندها بقعة بنية، اي ديتاش مارون. اذا في الاخير التلميذ يحب يكتب اذا التلميذ هنا واش يحب يكتب؟ يحب يكتب التلميذ هنا جاملة جيغاف، احب الزرافة. وهكذا يا تلاميذ وجهتكم باش تقدروا ديروا وضعية إدماجية صحيحة بدون أخطاء إملائية. إذا أحفظوا شيئين، أحفظوا هيكل الوضعية وكذلك أحفظوا الكلمات المساعدة، لأن الكلمات المساعدة بها راح نعمروا هذوك الفراغات، يعني ما عليكم فقط أنكم أولا الهيكل وثانيا الكلمات المساعدة. اذا وهكا يا امهات وكذلك التلاميذ اللي راهم تبعوا فينا وكذلك الاباء، نكونوا درنا هذا الفيديو طلبا من معظم الامهات. ساترك لكم يعني هذا الصفحه، هذا الورقه على شكل بي دي اف في صندوق الوصف من اراد يعني طباعتها. الى فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بونجور ميز الاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تلاميذ امهات كذلك الاباء اللي راهم يتبعوا فينا في السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني، إذا سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بمراجعة للفصل الأول. سنكمل بإذن الله تعالى سلسلة المراجعات، هناك عدة مراجعات قمت بتنزيلها فيها، سأتركها لكم في صندوق الوصف. أيضا من أراد التواصل معي شخصيا على الفيسبوك، سأترك لكم رابط الفيسبوك في صندوق الوصف، وأيضا سأترك لكم هذا النموذج جاهز للتباعة في صندوق الوصف على شكل PDF. إذن سنبدأ على بركة الله، بسم الله.